بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هنقدم فيديو مراجعة ليلة الامتحان في مادة الكيمياء للصف حسب النظام الحديث تاب للعام الدراسي 2021-2022، الفصل الدراسي الثاني. في أسئلة متنوعة، اختر ما بين الإجابات، وأسئلة مقالية، وفي أسئلة محلولة عشان برضو ما تتوهش، وتحاول النهاردة تحل أكبر قدر من الأسئلة على الباب الثالث. الباب الرابع تاني. النهاردة بعد المجهود السابق هنقدم لكم مذكرة فيها حلول كاملة لأسئلة اختار متعدد وأسئلة مفهوم علمي عشان المقالي، وبعض الأسئلة المتوقعة في المقالي. ركز معايا وشوف حلول الأسئلة كويس بحيث ان انت تحاول تتابع غدا ان شاء الله الامتحان، وان شاء الله هيكون امتحان سهل جدا في المتناول. راجع الفيديو عدة مرات بحيث تتعرف وتفتكر الاجابات الصحيحة، وان شاء الله هتلاقي منها اسئلة كتير امامك في التاب غدا. وحاول طبعا تحل اسئلة اكتر واكتر على الباب الرابع، وتكتب معادلات بايديك، وده طبعا اهميته عشان طبعا النجاح السنة دي ده جزء، بس الاهم طبعا العام القادم في الثانوية العامة ان انت تاخد على المعادلات، وده بالنسبة لك العملية سهلة جدا لان انت طبعا داخل على ثانوية عامة يهمنا فيها تكون فاهم مش حافظ، لان علم الكيمياء اهم حاجة الطالب يكون فاهم الموضوع بيتكلم عن ويقدر يوزن المعادلة ويتعرف على النواتج، وإذا كان في ألوان مثلا الرواسب بيعرفها. تابع معايا وشوف تحضيرات، وشوف مثلا أهمية جهاز النافورة بستخدمه في عشان أكشف عن النشادر إنها مادة قاعدية أو قلوية. شوف جهاز تحضير حمض النيتريك، وشوف ليه درجة الحرارة المفروض ما تزيدش عن 100 درجة حتى لا يتحلل حمض النيتريك. يتعرف على ذرات الخمول الكيميائي اللي هي عدم تفاعل حمض النيتريك المركز مع بعض الفلزات النشطة مثل الحديد والكروم. يتعرف على ذرات التآصل، يتعرف على الذرة الكهروضوئية، يتعرف على طريقة صفار تحضير صدور الغسيل. حاول تتابع نظرية تنافر الأزواج الإلكترونية والنموذج لويس، وتقدر تكتب الرمز العام لأي جزيء اللي هي الصيغة العامة A X by N E by M عشان تحدد الأزواج الإلكترونية الحرة والمرتبطة في أي جزيء. وطبعا تذكر جيدا المقارنة ما بين الميثان والإيثيلين والأسيتيلين من حيث نوع التهجين، SB3 في الميثان، SB2 في الإيثيلين، SB في الأسيتيلين. والزوايا طبعا مهمة جدا، 109.5 في الميثان، 120 في الإيثيلين،
180 في الاسيتيلين لانه خطي، وافتكر ايضا الزوايا في جزيئات الماء 105 وفي النشادر 107. وبتمنى ان انتوا طبعا تستفيدوا من هذه المراجعة، وربنا معاكم، وان شاء الله يكون اخر يوم يوم جميل وسعيد علينا وعليكم ان شاء الله، ونراكم في العام القادم في الثانوية العامة ان شاء الله. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذ اشرف الهادي، كبير معلمين الكيمياء بالقاهرة الجديدة. سلام. إن شاء الله هتلاقي الامتحان سهل وخير، وربنا معاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أشرف الهادي.